أمي مسوية أكلة مدمرة باي باي. زين أمي مسوية أكلة مدمرة، السمبوسة العجيبة. ما تشغل. ها أحد يعزم على سمبوسة يما؟ ما تشغل. والله ما عندك سالفة والله. مو حلوة. سمبوسة لذيذة. شنو مقادير السمبوسة اختي؟ مقادير وين الزج؟ شلفوشي لابسته يا ما عرفتك. خلاص ناكل الحين. ليش؟ طف الطوم. زهرة لابسة تاجك. لعليت. بمشي يلا متى تطلعين أبرار؟ ها؟ أكثر وحدة تبيني أطلع من البيت. يما شنو؟ شنو يما؟ عندنا لقاء اليوم، لقاء ساخن، لقاء حازم مع مع زهرة. شنو آخر أعمالك الفنية؟ ها؟ شنو آخر أعمالك؟ يلا تصيري ويهج صار مشهور أكثر من عادل إمام وللحين تغطين ويهج؟ تعالي وين تبي تروحين أنت والفوشي لابسته؟ وين بتروحين؟ سينما مع منو؟ أنا ما راح أحب هذه بعد. أنا أحبها ولا هي تحبك أبرار؟ أنا ما واطنج جيلة حياة. أنا ما أواطن محمد. إيه خلاص مع محمد شكو. أوه مدافع عنه. أنا أواطن محمد أحبه وايد. أكثر من محمود. محمود يا تقول انا احب محمد يعني. سميرة تضحكين على حجابي. سميرة على حجابي. ذكرني في وحدة. تعالي اقول انزين. اوه يما انزين. زين سمعيني اقول لك شيء. السبت ايش عندك؟ يما عندي حلو يعني اجيب برجر عشان نشوي. بابا برجر نشوي على الساعة 5. ما بي اطلب بوكس. انا بقول حق اللحام. ليش اقول بوكس ما بوكس على غلي وكذي؟ اقول حق اللحام يسوي لي 30 همبرجرات. بعدين خلينا شوي نخلص من الحفريات اللي برا. بابا ما لنا شغل بالحفريات عشان ما يصير عيال يطلعون ما تشوف الحفره. ما يلا برا بمشي يلا. والله العظيم والله خلا عشان اضبط البرجر مع الهوت دوغ. رايح طريق بروح الشعب. زين اضبط البرجر خلاص. ها لا 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 شو البت والله يما برجر زكية. ها برجر شوي اوكي. لا ما يبون. لا لا مو بكيفهم. يلا يلا بابا كذا يلا يلا اح ده زيتين. تدرين حجابك كذي ملوت حجابات اول اللي فيهم هدف كذي شنو قشش عن بيتنا على طول. تبون ايش القش يطلع عن بيتنا؟ ما وين ماي؟ ماكو ماي. لقاح وين ماي؟ لقاح ماي لقاح. بابا حجي كان يحب ماي لقاح. يقول اعطوني ماي ملقح. ماي شربي ماي. بتشد لما تحط حمرة. ليش حاطة حمرة؟ مو عيب هالصغر يحطون حمرة؟ انت تعلمينهم ابرار. انا شكو اسمع بالله. انت تعلمين تعطيهم مكياج. خلصي والله مو معطيتها مكياج. من عطاك المكياج؟ شوفي حطي بالك شوفي شلون بتطلع. شوفي نعالها هي لقية هذه. خلصي يلا شربي. ما في لقاح. لا مو يلا بمشي. خط غير جوتيها. يلا بمشي كلمة السر. وراح كلمة السر. خلاص كلمة السر. خرا عليك شرا قومي. يلا 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 قاعد تطلعين تصوريني. ماشي زين هذا الحال. ليش عشان كب نادي؟ ما بيش اركب نادي. ما تروحوا يا علاوي كره. علي قاعد يروح كره شفته. قم ماما ها شوف خلنا اوريك. خلنا شيشه شوف يما لا شيء ترى ما راح اشركه خلاص. نزلي يما شو المنشره اللي مسوينها على الدرج؟
بعد ايش درى انا عنهم اضرار. يوسف يوسف شوف 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 يوسف يوسف ما يبي يشوف. اشوف علاوي واو. تعال تعال شوف. اشوف علاوي واو. تعال من الحرة والله ما تبي تشوف. تعال من الواهي اللي فيك تعال. بعد يا في وهي. ترى هذا الشارب قطت كذي عشان بصورها مو حجابها يعني عشان لا تقول امها لابسه رقه. شوف تعال بابا تعال شوف. تعال انت شوف علاوي. ليش كل ولدي نفس البنغالي؟ تعال بابا. خلاص. يبي ربع دينار. يما اي خلاص شي زين لابسه يما شي زين لابسه وين الله لحظه وين راحت ابراهيم ايش بطلع فاطمه كيف اسمها فاطمه جنتي هذه فاطمه كاتبه فاطمه كاتبه شنو خزنه اسمها فاطمه فاطمه قاعد يطلعون اسمك كاتبه فاطمه تعال 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 شوف علاوي علاوي شوف 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 يوسف شوف بنات يا حيوان يا الخرا ليش العب هنا ويا البنات يا الخرا انت روح شوفي مريوم بعد حليلها امها مشاركتها كاراتيه لو كانوا يقومون لو يجون مدرسه مبكر يدرسون مبكر عشان اسجلهم اي نادي جهنم افتك منهم خلاص انا يا ابرار واخلي خلاص يا منو معطيني هذا؟ أنا. أوكي. يعني أبطلة؟ إيه. شنو فيه؟ واو. شعرها كشة نفس شعرك. واو. منطر محمد رأي لي حبيبتي مو الحين أروح. تحبين منو؟ محمد. أي محمد؟ تحبين محمد زوجي؟ يحبني هو. هو بعد يحبك؟ ايه. الله ضحكي ضحكة ابتسامة حلوة يا سلام. شو تقولي له؟ قولي له شيء خلي يشوف خلي يشوف شيء شو تقولي له؟ بكتب له شيء أول. بتكتبي له نفس هذه؟ شو فيها؟ جايبت لي ملابس والله كنت بكشخ وبطلع بس دام اليهال معاي بطلع بنفس اللبس الرياضي لان ادري لو اكشخ بصير مبهدله صح يا ابلة ابلة نعم شنو ابلة ابلة اطق الشيطان تعال اطقك انا هني عند رفيجات امي شويه ترى صار هدوء ساعه شوف خالتي هذه خالتي لحظه كل يقول لي متنانه الا انتوا ابرا ضعفانه اي هذه خال ذهب ديده هذه والله ذهب ديده اعطيني ذهب ديدتي وخري حسب يلا على بليسك شوفوا الدمار اللي عندهم هني لا ونصهم رجيم مشكلة نصهم انتوا تشوفوا الاكل قبل الرجيم شالوه اي صدق هذا امي السمبوسه اللي كنت تحلطها السمبوسه اللي امي كانت تقليها لا 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 ما ليش فيه حط الصبغ وحط اللون اللي تبينه احنا نسوي الصبغ بعدين حط الصبغ اللي تبينه ما ادري انا ما جذب هني اللي عندنا كل شيء صالونات محللين فانت شنو رياضيين جنبي مفصله تحت كل شيء سوالف عشان اذا طلعنا طبعا هذه اللي تقول حنة انا بغيت اقول لهم قاعد تقول لهم اذا بتصبغون شعر حطوا حنة قسما بالله اللي يسمع كلامها عادي انا اصرح لكم روحوا اشتكوا عليها كلهم هناك مسوين مالي شغل فيهم احط حنة عقب الحنة روح يصبقي نفس الوقت اي بعدين قسما بالله عشان تريح عجية اشتري لي بوجية عشان تريح عجية انا عليك شفتي شلون قضيتي ادوني بعد شو تريح ايش تبين اقول لها بعد عجية والله صحراء والله كل شعرك اي والله والله صدق شافه وي قلتي لا اقول لك ايش اسوي لها وين ماما زهره تيا وين
نظارتي قسما بالله الوحيدة اللي خلاص استسلم. شوف الحين تبتسم لكم والله انا شو اسميها لوحة الموناليزا بس تحطين الكاميرا بوجهها تعطيك ضحكة تعطيك اشكال ايوه تعطيك اشكال هذه موناليزا موناليزا الكويتية ايوه هذه اللي بكلب عبد الله الرويشد طمي حركتها ها حاجية لا ما اخذ كلوز ما اخذ كلوز يعني ما اخذ الكاميرا كلوز عط ابتسامة حق جمهورك عط ابتسامة جنرال وين تبون وين تبين الحين انا كنت جنرال ايش انا اقول يوديهم اذا معي على طول ما يسرع بس لمن فترة لنا في القلب قال سولف ها الغداء عليه كان في مطعم كولوش هذا ايه وين ماما زهرة اذا سويتي يا حق الناس خلاص ابرا روحي خلاص روحي بيتكم ساعه 12 ما ابي اروح البيت وين انا بتقول انا بتقول بتعلم مني هالكلمه انا بتقول مستانسي على كلمه انا بتقول عجيب